يا صباح الفل والورد والياسمين على مشاهدينا في كل مكان، وحشتونا من امبارح. يوم جديد، فقرات جديده، حلقه جديده من صباح الورد. خليني بقى اقول لكم فقراتنا النهارده اللي هنبداها بنصايح للامهات اللي ولادهم خلصوا امتحانات واخدوا الاجازه الصيفيه خلاص، وتقريبا دي مدتها 3 شهور. دي فتره طبعا كبيره جدا. هنقول لكم ازاي تستغلوا الفتره دي بشكل صح وايجابي عشان تطوروا فيها مهارات الولاد ونعلمهم حاجات جديده، وكمان ازاي نقدر نهتم بالجانب الترفيهي ليهم. وده اللي هنعرفه من ضيفتنا نجوى رجب، الباحثه في شؤون الاسره والمجتمع. اما الفقره الثانيه هنستضيف فيها الرحاله عمرو سليم اللي خاض تجربة زيارة أماكن كتير جوه مصر وبره مصر بالعجلة، وثق رحلاته دي في مجموعة من الكتب، منها رحال المحروسة ويوميات رحال ورحلة الجنوب والقاهرة عمان. هنعرف منه تفاصيل مهمة جدا عن أهم الأماكن اللي ممكن نزورها ونقضي فيها وقت لطيف بالذات جوه مصر. بس زي ما عودناكم الأول هنروح نشوف إيه أبرز الترندز اللي كانت منتشرة على السوشيال ميديا اليومين اللي فات، ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية، وصباح الورد والياسمين على حضراتكم مرة تانية وتالتة. في الفترة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إن في علاقة بين بعض الأكلات وعلاج الاكتئاب، وكان أغربها طبعا الشاورما والشوكولا. والحقيقة إن مفيش أبحاث علمية أثبتت صحة الكلام ده، ولكن من الممكن إن الأكلات دي تكون بتحتوي مثلا على مواد طبيعية بتساعدنا إن احنا نحس بالسعادة زي الشوكولاتة، لأن فيها بعض الهرمونات زي الدوبامين وكذا هرمون هنعرفه من دكتور متخصص معانا بتسبب السعادة. كمان الشاورما أكلة غنية أكيد بالبروتين والحديد وليها تأثير كبير على الإحساس بالسعادة، بس علماء الصحة النفسية علقوا وقالوا إن تأثير المواد دي بيكون مؤقت ومش بيعالج الاكتئاب، وطبعا على المدى الطويل وأكلها بكميات كبيرة ممكن يسبب زيادة في الوزن، وزيادة في الوزن يعني اكتئاب معروفة يعني. فإحنا محتاجين نعرف إيه الصحة في الموضوع ده. فإحنا معنا دلوقتي دكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد يا استاذه سلمى، صباح الورد على الساده المشاهدين كلهم. صباح الورد على حضرتك. يمكن زي ما كنت بقول دلوقتي كده، في اكلات بيقال انها بتقلل الاكتئاب او ليها تاثير على الصحه النفسيه، فاحنا عايزين نعرف صحه الكلام ده. اولا احنا عارفين كلنا ان الجهاز العصبي اللي هو عباره عن خلايا عصبيه بيعتمد اعتماد كلي على ما ناكله وما نشربه، فاذا اي حاجه هناكلها او هنشربها يا اما ليها تاثير إيجابي على صلابة الجهاز العصبي ومقاومته للضغوط أو تأثير سلبي. بخصوص بقى الإشاعات اللي طلعت على موضوع الشاورما، طبعا ده كلام غير علمي تماما. الشاورما قد تكون أكلة مفيدة لبعض الناس أو أكلة غير مفيدة على حسب الكمية وعلى حسب المستويات، ولكن لا توجد أي دراسات علمية أثبتت أن الشاورما، يعني الكلام اللي احنا شفناه ده يعتبر أي كلام يعني. الشاورما ده غير حقيقي. أما الشوكولاتة ففي نوعين من الشوكولاتة الحقيقة واتعمل عليهم أبحاث. الشوكولاته ما يطلق عليها الشوكولاته الداكنه او دارك شوكليت، ودي اثبتت الابحاث انها مش علاج للاكتئاب
ولكنها مضادة للضغوط النفسية وبتقلل من إحساس الإنسان بالحزن والتوتر. ده ناتج عن الآتي: الشوكولاتة الداكنة بتحتوي على عدة مواد كيماوية بتحافظ على خلايا الجهاز العصبي، وكمان بتفرز مواد كيماوية بنسميها هرمونات السعادة. أول حاجة لقوها في الشوكولاتة الداكنة وليست الشوكولاتة العادية اللي احنا بناكلها. اوكي، لحد كام يا دكتور؟ عشان انا يعني بقف قدام الرف بتاع الشوكولاته وببقى محتاره 60% 70%، الدارك لحد فين؟ يعني ايه اللي صحيه بالظبط؟ اكتر من 70% يا فندم، من 70 فما فوق. اوكي، فيها ماده اسمها فلافينويد، وفيها ماده اسمها برومين، وفيها ماده اسمها تيروسين وتريبتوفان. الثلاث مواد دول مهمين جدا لحاجه اسمها متانه وصلابه الجهاز العصبي وقدرته على التعامل مع الضغوط ومع المشاعر السلبية، ولكنها ليست علاجا لمرضى الاكتئاب. طب خلينا بس نقول للناس كده يا دكتور، يعني الكيوب الصغنون أو قطعة صغيرة منها زيها زي بار كبير، يعني دي هتعمل نفس الكمية الكبيرة هتعمله بالظبط يعني، ولا الكمية بتفرق في الحالة النفسية؟ لا، ما بتفرقش في الحالة النفسية، عشان ما نتخنش أنا هنكتئب. طبعا لو أكلنا أي حاجة بزيادة تأثيرها بيبقى طبعا عكسي في الآخر. فالشوكولاتة الداكنة فعلا أثبتت الدراسات على احتوائها على مواد مفيدة جدا 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 لجهازنا العصبي عامة، ومفيدة كمان للقلب، ومفيدة لحاجات كتير الحقيقة، وبتزود إفراز مادة الدوبامين والسيروتونين في المخ، ولكن ليس بدرجة كافية لعلاج مرضى الاكتئاب. ولكن الناس اللي بيجي لهم مثلا نوع من الحزن أو نوع من المشاعر السلبية مع دخول الشتاء أو مع الخريف أو مع التقلبات أو مع الضغوط، الشوكولاته دي ممكن تساعدهم على التغلب على هذه المشاكل. طب دكتور، دايما اتفضلي يا فندم. اوكي، دايما الشوكولاته لازم يبقى جنبها قهوه، فهل القهوه بقى عكس الكلام ده؟ انا عارف ان القهوه بتاثر على الجهاز العصبي بالسلب. ده غير حقيقي. دي حقيقه ولا لا؟ لا، ده غير حقيقي. القهوه من فنجانين لثلاثه بحد اقصى يوميا مفيده جدا 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 لخلايا الجهاز العصبي. كلام حلو جدا. جدا كمان، وبتمنع حاجه اسمها تاكل خلايا الجهاز العصبي. وكمان ساعات بتقول انها بتحسن قدرتنا على التركيز ووقايه من ما يطلق عليها بعد كده مرض الخرف او الديمنشيا او الالزهايمر او الحاجات دي، ولكن لو زودناها عن كده تبتدي ترفع الضغط. يعني من موجين لثلاثه او كوبايتين لثلاثه. الناس بتاعت ما تشربوش قهوه كتير والكلام ده، لا مش للدرجات. قهوه مع شوكولاته دي حاجه تظبط المود والمزاج جدا، وكلنا جربناها يعني، مش محتاج حتى دراسات، انا الدراسات عملت يعني، ولكنها دكتور ليست علاجا للاكتئاب. انا بس عاوز اوصل النقطه دي، مهمه جدا. المرضى بمرض الاكتئاب ده مش علاج ليهم، ولكنها طبعاً حاجه بتحسن مقاومتنا للضغوط والحياه. بالظبط يا فندم. طب ايه الحاجات التانية يا دكتور اللي المفروض ناخد بالنا منها عشان ما نصابش لا قدر الله باكتئاب، او نبقى على مشارف اكتئاب، او تبقى حالتنا النفسيه وحشه؟ ايه الحاجات اللي يعني احنا بنتكلم بقى في الطب النفسي دلوقتي، ايه الحاجات اللي المفروض الواحد يعملها يوميا عشان نفسيته تبقى احسن، عشان يبقى قايم مشرق كده الصبح؟ المبدأ العلمي بيقول أن الوقاية خير ألف مرة من العلاج. إزاي نقي نفسنا من الاكتئاب؟ بعض الأشياء البسيطة اللي الواحد عملها يوميا ممكن تقي من الاكتئاب. رقم واحد، شرب السوائل. كلما كان الإنسان بيشرب سوائل بدرجة كافية، كلما كان عمل الجهاز العصبي عمل فعال وقادر على مقاومة الضغوط، كلما قلل حدوث نسبة الاكتئاب عنده. فمهم جدا شرب السوائل بكميات كافية. وازاي اعرف ان انا شرب سوائل بكميات كافيه؟ موضوع سهل جدا، ليس بعدد الكوبايات ولا اللترات زي ما الناس بتقول، ولكن لما ادخل الحمام الاقي الميه اللي نازله مني لون الميه اللي انا بشربها. لو ده تحقق اعرف ان انا شارب ميه بدرجه كافيه او سوائلي في الجسم كفايه جدا. رقم اثنين، لازم نخصص من 30 دقيقه ل 45 دقيقه يوميا نعمل حاجه اسمها كارديو اكسرسايزنج، او بيسموها التمرينات التنفسيه، يعني بننزل نمشي لمده نص ساعه، نركب عجل لو حد بيحب يركب عجل، حد بيحب يعوم، اي نشاط بيزود عدد ضربات القلب لمده نص ساعه 45 دقيقه يوميا ده وقايه من مرض الاكتئاب. رقم ثلاثه، ودي حاجه بقى مهمه جدا، وجود شبكه اجتماعيه داعمه، علاقات اجتماعيه ايجابيه وليست سلبيه. بقعد مع اصدقاء بيبثوا فيا روح التفاؤل والروح الايجابيه، ده اكتشفوا ان انا لما بعمل اعتقد دي يا دكتور اشرسهم، يعني ممكن تكون بتعمل كل حاجه ومحاط بناس سلبيه فتبتدي هيبقى تاثير هيبقى سيء جدا يا فندم. فعلا يعني، فالشبكه الاجتماعيه الداعمه دي ايجابيه، دي حاجه مهمه جدا في حياه الانسان. الحقيقه انا امبارح كنت مع صديقه ليا، فكنا بنتكلم، فقالت لي جمله بسيطه كده ولطيفه، قالت لي طب احنا هنعمل ايه بكره عشان يبقى يومنا جميل؟ هي كلمه عابره وبسيطه جدا، ولكن انا فعلا في ساعتها حسيت ان بكره هيبقى يوم جميل، وايه اللي المفروض نعمله، وخدت طاقه ايجابيه والكلام ده كله.
فاحنا نفسنا حتى لو قاعدين مع نفسنا فكرنا هنعمل ايه بكره عشان نخلي يومنا جميل رغم كل الصعوبات والضغوطات والشغل والكلام ده كله، اعتقد ان نفسيتنا هتبقى افضل. يعني حتى الاعمال بالنيات، يعني حتى لو نيتنا ان بكره يكون يوم جميل، فمفيش اجمل من كده. ولكن وجودي في صحبه بيفرز مواد كيماويه اسمها اوكسيتوسن، بتساعد فعلا الجهاز العصبي برضه على مقاومه الضغوط والوقايه من الاكتئاب. الحاجه الاخرى بقى المهمه هو الاكل الصحي. واكتشفوا دي حاجه جميله بقى، انها حاجه متوفره في مصر، ان الاكل الصحي هو ما يطلق عليها حميه البحر الابيض المتوسط، او الاكل اللي بياكله الناس اللي عايشين في منطقه البحر الابيض المتوسط. أوكي. اللي بيتميز بالسلطه، زيت الزيتون، الفاكهه، ما يطلق عليها الخضروات المشكله، الاسماك والدهون الغير مشبعه. كل ما كان اكل بهذه الطريقه كل ما ده كان وقايه للاكتئاب وكمان وقايه من الدمنشيا. لما كل ما كانت نفسيتي احسن. انا بشكرك يعني. بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام رامي، استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس. فيعني يا جماعه احنا محتاجين نحافظ على نفسيتنا اكتر، ويعني احنا كل فتره بنجيب دكتور معانا يقول لنا ايه الحاجات اللي ممكن نعملها تساعدنا ان احنا لا قدر الله ما نخشش في اي نوبه زعل او اكتئاب او الكلام ده كله. طب خلونا نروح نطمن على درجات الحراره النهارده عشان ان شاء الله تبقى درجات حراره لطيفه، دي هتساعدنا برضو ان احنا ما نكتئبش، ونرجع لكم مره تانية. طيب احنا بعد ما شفنا درجات الحرارة المتوقعة محتاجين نعرف اكتر عن تفاصيل وحالة الطقس خلال الايام دي، وامتى الموجة الحارة دي هتنكسر. معانا على التليفون دلوقتي دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد على حضرتك استاذة سلمى، وصباح الفل. الورد على كل السادة المشاهدين. صباح الفل عليك يا دكتور. حقيقة ان حقيقة يعني ما كدبتيش علينا، وقبل العيد قلت لنا ان احنا هنخش في موجة حارة، حتى انا اتضايقت قوي رحيك فاكرة. فاحنا دلوقتي في قلب الموجة الحارة، حضرتك قولي لنا بقى الطقس ده مكمل معانا لحد امتى، والموجه الحاره والرطوبه العاليه دي هتنتهي امتى؟ طيب خلينا اول نعرف ان احنا خلاص بدانا فصل الصيف، وهو فصل ارتفاع قيم درجات الحراره وارتفاع نسب الرطوبه. صحيح. فحتى لما بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره ما بيبقاش بالشكل اللي احنا متوقعينه بشكل كبير. ممكن فصل الصيف احيانا بيكون في بعض الايام فيها اعتدال عن الموجات اللي احنا بنشهدها في فصل الصيف. احنا خلال هذه الايام بالفعل في موجه شديده الحراره بتاثر علينا، فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره واعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 3 الى 4 درجات. وحتى نهايه هذا الاسبوع متوقع استمرار عظمى على القاهره الكبرى من 38 الى 40 درجه مئويه عظمى مقاسه الظل، كمان بيكون درجه الحراره مقاسه محسوسه فوق ال 40 طبعا.
طبعا مش بس كمان ارتفاع قيم درجات الحراره، انا عندي ارتفاع في نسب الرطوبه، وارتفاع نسب الرطوبه هو العامل المهم جدا في فصل الصيف اللي طبعا. بيخليني احس بقيم درجات حراره دايما اعلى من المقاس في الظل. نسب طبعا. الرطوبه بدات تزيد بشكل كبير بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي، وما عندي مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فبالتالي نسب الرطوبه بتبقى عاليه بشكل كبير، وخاصه في الاماكن الساحليه تتجاوز 85 و90% في الاماكن الساحليه، بتتجاوز ال 75 و80% ايضا في القاهره الكبرى. وكل ما تقدمت للمحافظات الداخليه كانت نسب الرطوبه اقل، بتقل بشكل تدريجي، وهي بتزود احساس بقيم درجات الحراره بمعدل من درجتين لثلاث درجات. هنلاقيها كمان في شهر 7 وشهر 8 بتزيد عن القيم دي، ونسب الرطوبه بتكون اعلى، لان ذروه فصل الصيف بتكون شهر 7 وشهر 8. صحيح. بس خلينا نقول ان احنا على مدار هذا الاسبوع حتى نهايته درجات الحراره زي ما قلنا من 38 الى 40 عظمى على القاهره الكبرى. امال 7 و8 هتبقى كام يا دكتور؟ قيم درجات الحراره 7 و8 ممكن تكون اقل، يعني احنا بنقول طب قيم كويس. درجات الحراره مع المعدلات الصيفيه، لا المعدلات الصيفيه في شهر 7 وشهر 8 القيم درجات الحراره بتكون حوالين ال 36 37، لكن نسب الرطوبه هي العالية. الرطوبه بتبقى عاليه بشكل كبير، يعني احنا احيانا الرطوبه بتتجاوز ال 95% وبتوصل في بعض الايام ل 100% في السواحل الشماليه، في القاهره الكبرى في بعض الايام تتجاوز 90%، فهنلاقي كمان في 7 و8 نسب الرطوبه بتزيد عن كده، مش بتقل، نسب الرطوبه بتزيد في 7 دكتور و8. نفسي كتم يا دكتور. واحنا بنحكي حسيت بكتمه كده، يعني ممكن توصل ل 100% في شهر 7 و8، فلازم نتوقع ان ده فصل الصيف. انا بحب دبلوماسيه حضرتك بالمناسبه جدا، احنا فصل الصيف يا جماعه، وطبيعي الجو يبقى حر، يعني هنعمل ايه؟ فالايام اللي جايه حر، ولكن احنا لسه كمان هنخش في حر اكتر لما الرطوبه تزيد. بس خلينا بس نطمنهم ان احنا مع بدايه الاسبوع اللي جاي هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل من درجتين لثلاث درجات عن الاسبوع ده. أوكي. كمان نسب الرطوبه احساسي بيها هيقل، لان هيكون في منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيوزع الرطوبه في عمود الهواء، فاحساسي نسب الرطوبه يقل، خاصه كمان هيكون في ايضا نشاط لرياح في بعض المحافظات وخاصه المحافظات الشماليه، يقلل كمان احساسي نسب الرطوبه فترات الليل وساعات المساء، فنحس ان الجو اقل حراره والطف من الاسبوع ده باذن الله، لكن وارد تكرار موجات ارتفاع قيم درجات الحراره. وخلينا ناكد بس مع حضراتكم ان احنا لم نعتاد على الموجات الطويله، قيم درجات الحراره سجلناها الاعوام الماضيه، لكن احنا نسجل قيم درجات حراره بشكل مستمر مده طويله اسبوع او اكثر ده لم نعتاد عليه، فلازم بقدر الامكان ناخد احتياطاتنا، لان وارد تكرار هذه الموجات مره اخرى. انا شايفه كمان يا دكتور ان في مواقع كتير النهارده بتقول من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 5 ما نتعرضش خالص للشمس المباشر. ده طبعا صح، لان احنا عندنا من الساعه 12 ل 4 5 العصر الفتره دي شده الاشعاع الشمسي عاليه بشكل كبير، وبنسجل قيمه درجه الحراره العظمى في الوقت ده، فانا لو مضطر ابقى موجود في الشارع في الوقت ده لازم يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس شمسيه. أوكي. او كاب، عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، لازم اغير درجه حراره جسمي باستمرار تجنبا للاجهاد الحراري. طبعا السوائل، تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، ازازه الميه في ايدي على مدار اليوم حتى لو مش عطشان نهايدريت على طول. صحيح بالظبط، اشرب ميه، الملابس بقدر الامكان القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون، لو اقدر اكون موجود في اماكن جيده التهويه ده يساعدني ان انا احس بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل. أوكي. لان يعني ناخد احتياطاتنا، لان احنا بنقول الموجات دي هتتكرر على مدار فصل الصيف، فعشان ما نتاثرش بالشكل الكبير، وخاصه ان استمرار ارتفاع قيم درجات الحراره فتره طويله يحسسني ان بارتفاع قيم درجات حراره اعلى وممكن ياثر عليا. يعني ربنا معانا ومع كل الناس النهارده. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 5، ارجوكم ما تتعرضوش لاشعه الشمس المباشره. هنخرج لفاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ورجعنا لحضراتكم من بعد الفاصل. الحقيقة الخبر اللي احنا هنقوله دلوقتي من احلى الاخبار اللي بنسمعها او بنشوفها عن او على السوشيال ميديا، الحاجات اللي عن الامانة، لان الامانة طبعا سلوك ايجابي لازم يكون موجود عندنا كلنا رغم اي ظروف بقى، يعني اوقات الحياة بتبقى صعبة بتبقى قاسية، لازم يكون عندنا امانة. اللي حصل مع الراجل اللي انا هحكي عنه ده، راجل مشرد موجود في محطة امستردام المركزية، لقى محفظة فيها 2000 يورو،
جوه القطر، وهو بيجمع علب بلاستيك علشان يبدلها بالفلوس، بره بيجمعوا الحاجات البلاستيك ويحطوها في ماشينز وياخدوا فلوس وقصص كده. المهم رغم ان المحفظه ما كانش فيها اي اوراق تدل على صاحبها الا ان هاجر العلي صمم انه يدور على صاحبها ويرجعها له. هاجر العلي المشارد من 18 شهر ومش لاقي شغل، راح للشرطه سلمه المحفظه علشان يساعدوه انه يلاقي صاحبها ويسلمها له. والشرطه قررت انها لازم تكافئه على امانته، وحصل على جائزه الابهام الفضي اللي بتمنحها للمواطنين مع هديه بقيمه 50 يورو، وفي حال لو ما ظهرش صاحب المحفظه هترجع لهاجر العلي وتبقى ملكه. طبعا دي قصه يعني قيمه جدا زي الحاجات اللي بنشوفها في الافلام، واعتقد انها لسه موجوده لحد النهارده، ولكن عندنا مشكله شويه في موضوع الامانه. يعني انا اعرف حد يقول لك انا هشيلها معايا 3 ايام وبعدين ما اعرفش ايه لو ما ظهر لهاش صاحب، والكلام اللي هو انا اسفه اني بقول كده بس كلام فاضي. فاحنا محتاجين نعرف اكتر عن قيم الامانه من دكتور عاصم حجازي، استاذ علم النفس التربوي والمساعد بكليه الدراسات العليا للتربيه بجامعه القاهره. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد على حضرتك استاذ سلمى وعلى كل الساده المشاهدين. صباح الفل على حضرتك. يعني لو حضرتك كنت بتسمعني دلوقتي انا حكيت قصه حقيقيه واقعيه حصلت فعلا في امستردام لشخص عنده نزاهه، وبيحصل قصص من النوعيه دي في كل مكان وبيحصل عندنا برضو، ولكن بيحصل النقيض او بيحصل العكس. فاحنا محتاجين كده الصبح ندي طاقه ايجابيه وندي للناس مفهوم اكبر واقيم عن الامانه. الحقيقة أن القصة اللي حضرتك حكيتيها تكررت بالفعل في مصر أكتر من مرة، ومن ناس بسطاء جدا. يعني قد يظن البعض أن هم ممكن يطمعوا في حاجة زي كده لو لقيوها، لكن الحقيقة أن هم بيكونوا بيتميزوا بالشرف والأمانة وبيرجعوا الحاجة لأصحابها. الأمانة بمنتهى البساطة تتضمن الوفاء، تتضمن الشعور بالمسؤولية، احترام حقوق الغير والمحافظة عليها. الأمانة قيمة عظيمة جدا وصت بها كل الأديان، ويمكن صحيح. الأمانة ربنا سبحانه وتعالى اختصها بالذكر في القرآن الكريم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها صحيح. وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فالأمانة شيء مهم جدا، ومن خلال سلوك الأمانة بتنتظم الحياة والمجتمع بيتقدم وبيتطور، لأن فيه كل واحد بيضمن الحفاظ على حقوقه وعلى ممتلكاته نتيجة سلوك الأمانة اللي بيتبعه الآخرين. طب يا دكتور معنا. سلوك الأمانة المصطلح ده لو هنتكلم عنه يعني عايزة أتكلم عنه أكتر من كده، وأقول لأن الجانب الديني لو معايا جانب تربوي وجانب نفسي الموضوع هيبقى مرسخ جوه الشخصية ونفسية بالزبط. البني آدم. فأنا إزاي أربي ولادي والنشء الجديد حتى أنه نفسيا قصة الأمانة دي قصة مهمة جدا، الجانب النفسي يعني اعلم ده للولاد ازاي من صغرهم؟ يعني خلينا نركز على جزئيه حضرتك اشرت اليها، جزئيه مهمه جدا، تاثير الامانه تربويا على الافراد. يعني اول حاجه ان هي بتخليهم اكثر ثقه بانفسهم، لانه هو عنده استغناء داخلي عما في ايد الغير، فبيكتفي باللي عنده، بيسعى لتطوير ذاته بذاته وانجازاته الحقيقيه، فبيكون شخص واثق من نفسه اكتر من الاخرين. وكمان بيبقى متقبل لذاته بشكل كبير جدا وراضي عن نفسه قوي، وعنده مفهوم ايجابي عن ذاته، شايف نفسه كشخص ايجابي وشخص كويس في المجتمع، مش شايف نفسه بصوره سلبيه. الشخص برضو اللي بيتميز بالامانه بيكون شخص مستقل، عنده شعور بالاستقلالية وعنده قدرة كبيرة على تحمل المسؤولية، وعلشان كده لما بيبقى في أي مكان بينجح فيه، سواء في الدراسة أو سواء في العمل. يعني لو احنا بنقول طالب بيذاكر وعنده إحساس بالأمانة أو متربي على أنه هو قدر كبير من الأمانة بيمتلكه، بتلاقيه في الامتحان لا يسعى أنه هو يغش مثلا، بيتحمل مسؤولية نفسه. كذلك في العمل بيسعى ان هو ينجح بمجهوده مش بالوصول على اكتاف الغير. الاشخاص اللي عندهم امانه برضو بيكونوا ايجابيين وسعداء وعندهم روح التفاؤل والامل، لان زي ما بنقول انجازاتهم نابعه من قدراتهم هم، فمش مستنيين حاجه من حد، فبيبقى عندهم احساس داخلي بالسعاده. كمان علاقتهم بقى الاجتماعيه مع محيطهم في العمل او في البيئه اللي هم عايشين فيها بتكون جيدة، وبتكون فيها قدر كبير من التعاون وقدر كبير من الإيجابية. النقطة الثانية اللي حضرتك أشرت إليها برضو نقطة مهمة، إزاي بقى إحنا كأسرة نربي سلوك الأمانة عند الأبناء؟
طبعا اول واهم نقطه لازم الاسره تاخد بالها منها القدوه. ما ينفعش ان انا انصح الابناء بالامانه وهو بيرى عكس ذلك في سلوك الاب والام. لازم يكون في عند الاب والام وفاء وشعور بالمسؤوليه واحترام لحقوق الغير وملكيات الغير والمحافظه عليها. لازم برضو احنا نعود بقى بعد كده طفلنا على ان هو يحترم ملكيه الاخرين بدءا من اخواته في الاسره الصغيره. ما يتعداش على لعبة أخوه إلا بعد استئذانه، وكذلك في تعامله مع أصدقائه وتعامله مع البيئة. يعني هو الجميل يا دكتور إن كلمة الأمانة دي شملت حاجات كتيرة قوي، مش بس فلوس ومش بس قصة إني أرجع الحاجة لأصحابها، ولكن حتى الأمانة في الشغل، الأمانة في الضمير، الأمانة في حاجات كتير قوي. فيعني الموضوع ده يطول شرحه، وانا بشكرك جدا على المعلومات اللي حضرتك قلتها لي دلوقتي دكتور عاصم حجازي، استاذ علم النفس التربوي المساعد بكليه الدراسات العليا للتربيه بجامعه القاهره. فيعني الامانه شيء جميل، واتمنى انها تفضل موجوده في الدنيا وما تندثرش وما تختفيش مع الحاجات اللي بنشوفها كل يوم. طيب خلينا نروح لموضوع تاني وهو الذكاء الاصطناعي. دخل حاليا في معظم المجالات، والعلماء بيستخدموه في معظم ابحاثهم، واللي كشفت في كينيا ان الافيال بتتعرف على بعضها بالاسماء. وفقا لدراسه انتشرت في مجله البيئه الطبيعيه والتطور، لاحظ العلماء ان الافيال او افيال السفانه بالتحديد عندها انواع مختلفه من الاصوات بتوصل لحوالي 469 نداء مختلف. من المعروف من زمان ان الفيل حيوانات اجتماعيه، وعلماء البيئه السلوكيه قالوا ان الشبكه الاجتماعيه للافيال غنيه بشكل لا يصدق ودقيقه جدا بالمناسبه. والافيال كمان بتستخدم نظام للاتصال والرد، والامهات اللي بتقود القطيع بيصدروا اصوات محدده بيفهمها الصغيرين او الفيل الصغيرين، ويتحركوا في القطيع في الاتجاهات المحدده ورا امهاتهم. فيعني انا كنت لسه انا وياسمين امبارح على الهوا كنا بنتكلم على الفوتو سيشن اللي كان معمول لقروش، وكنا بنتكلم ان الحيوانات عندها عقل وبتحس والكلام ده كله. فاللي انا قلته دلوقتي ده يعني اكبر دليل على انهم فعلا بيحسوا وعندهم عقل. طيب نروح بقى من الموضوع ده لعيد الموسيقى والبيئه. اختتمت فعاليات عيد الموسيقى والبيئه اللي نظمه معهد جوتة القاهرة والمعهد الفرنسي في مصر بالشراكة مع وزارة البيئة، بعد مشاركة وحضور جماهيري كبير خلال أيام المهرجان اللي استمر 3 أيام، منهم يوم في الإسكندرية ويومين في القاهرة. خلال المهرجان أقيمت فعاليات موسيقية وندوات للتوعية بقضايا البيئة وتغيير المناخ وسبل إعادة تدوير المخلفات. كاميرا صباح الورد كانت موجودة خلال أيام عيد الموسيقى والبيئة، وصورنا تقرير إن شاء الله يعجبكم، هنروح نشوفه دلوقتي. احنا النهارده جزبيت مصادفنا ان احنا نعمل اول مره في اسكندريه حفله المزيكا والبيئه. احنا في المعهد الفرنسي كنا بنعمل كل سنه حفله عيد المزيكا، بس السنه دي لاول مره بندمج الحفلتين مع بعض. الفكره انه احنا حاولنا انه من طريق الفن نوصل انه احنا ممكن نحافظ على البيئه. مثلا من الفرق المشتركه الكتروزبالا، هو فريق فرنساوي كندي، هو كل الادوات اللي مستخدمينها هي ادوات معاد تصنيعها. المزيكا هي لغه مهمة جدا، ان هي ازاي تقرب الاهداف البيئية والمضمون البيئي لقلوب الناس بشكل اكتر عن طريق المزيكا وعن طريق دمج الاصوات بتاعتنا اللي هي اصوات اصلا مصنوعة من الزبالة، واصوات الات هي مصنوعة اصلا من الزبالة تم تصنيعها، وتم ان احنا كمان ناخد الاصوات دي ونعملها بشكل الكتروني. والله هي رسالة اولا انه كيف فيك تصنع موسيقى بدون لا شيء، انه فيك تصنع آلات موسيقية من الزبالة وهيك، وكيف تعطي قيمة للقمامة اللي احنا بنرميها كل يوم فيها تصبح آلة جيتار وفلوت وكذا. فهيك الموضوع، انا شادي هو مغروم بصناعة آلات موسيقية من الزبالة، وانا بعمل اكثر تجريب صوتي الكتروني. احنا اتأثرنا او المشروع نشأ من خلال تأثرنا اصلا بطبيعة اسكندرية واللي هي البحر،
ومن هنا اعتقد انه كان الرابط اللي جمعني انا وباسم في المشروع. باسم هو العضو الثاني المؤسس. كان نشأتنا في اسكندريه والحاجات اللي احنا عصرناها في اسكندريه. يمكن كمان اخر ميوزك فيديو احنا منزلينه بيتكلم عن فكره البيئه في اسكندريه والطبيعه في اسكندريه من زمان والتغيرات اللي حصلت دلوقتي. الفكره كلها ان احنا ابتدينا يعني نخش في ان احنا نركز اكتر على موضوع البيئه والانشطه الاجتماعيه اكتر والتوعيه وهكذا. والفتره الجايه بنفكر ان احنا يكون عندنا شويه يعني حاجات مرتبطه بالموضوع ونجت اكتر ديب في المجتمع من حيث المنطقه دي. بالنسبة للفستيفال اولا في اسكندرية طبعا اكيد ده شيء هائل ان هو يبقى موجود لاول سنة في اسكندرية. وبالنسبة للريزيدنسي اكت انا متحمس له جدا 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 لان الشباب الموسيقيين هم موسيقيين رائعين طبعا. فالكيمستري ما بينهم كانت هائلة في الريزيدنسي. شغل اشتغلنا 7 ايام كانوا جمال جدا يعني. اولا انا جدا سعيد اكون بمصر. هاي اول زيارة لي هون واكيد مش اخر واحدة. وعندنا اليوم أول حفلة باسكندرية وبكرة بالقاهرة. فجدا متحمسين أنا والفرقة. وإحنا جينا هون جزء من إقامة فنية سويناها في مركز بساريا الثقافي في اسكندرية. بالإقامة الفنية كتير تعلمنا من بعض. أنتجنا موسيقى مع بعض واليوم رح نعزفها كمان على المسرح. وغير هيك رح أعزف أنا موسيقتي الخاصة اللي جيت أنا مع فرقتي كمان هون. هم الأغاني اللي أنا بكتبها بالعربي طبعا. وفيها أكتر من يعني هي موسيقى إيقاعية فيها مساحة للارتجالات بس أغاني بالآخر اللي هم بنحكي عن الواقع اللي احنا عايشين فيه بفلسطين كمان. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. واحد من أهم رجال القوات المسلحة في فترة ما بعد أحداث 25 يناير 2011 وحتى وفاته 2020 وهو الفريق الراحل محمد العصار اللي كان ليه دور مهم في فترة وصفت بأنها الأصعب في تاريخ البلاد. تولى فيها الإخوان حكم مصر 2012-2013 وكان ليه دور في عبور مصر هذه المرحلة الفارقة. فريق محمد العصار واحد من قادة القوات المسلحة كان ليه دور كبير في عملية تطوير وتسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة والمعدات المختلفة وصاحب الطفرة الكبيرة في مجال الإنتاج الحربي إضافة طبعا إلى دوره في الحفاظ على ثوابت العسكرية المصرية والدفاع عنها في كل المحافل والمناسبات. وبدورنا في صباح الورد عدينا لحضراتكم تقرير عن الفريق الراحل محمد العصار ودور العظيم البارز خلال ثورة الشعب في 30 يونيو 2013. تعالوا نتابع التقرير ده وبعدها نرجع لأول فقرة معانا النهاردة. يعد الفريق الراحل محمد العصار أحد الأبناء المخلصين للقوات المسلحة المصرية وأحد مهندسي تسليح الجيش المصري منذ عام 2003 وصاحب الطفرة الكبيرة في مجال الإنتاج الحربي حيث كان وزيراً إضافة إلى دوره البارز والوطني في ثورة 30 يونيو والحفاظ على ثوابت العسكرية المصرية والدفاع عنها في كل المحافل والمناسبات. الفريق محمد العصار مواليد 3 يونيو سنة 1946 وحصل على العديد من الأنواط والأوسمة منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ونوط الواجب من الطبقة الأولى ونوط الخدمة الممتازة وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة وميدالية مقاتل أكتوبر 1973 ووسام جوقة الشرف مرتبة قائد من فرنسا وأخيراً وشاح النيل. تخرج اللواء محمد العصار في الكلية الفنية العسكرية في القاهرة ومنها إلى ميادين القتال في أرض الفيروز حيث استهل مسيرته العسكرية بحرب الاستنزاف كأحد عناصر سلاح المهندسين وخاض بعدها حرب أكتوبر المجيدة 1973.
بعد ثورة يناير 2011 كرس اللواء العصار عضو المجلس العسكري آنذاك حياته للدفاع عن العسكرية المصرية في الداخل والخارج والدفاع عنها أمام المشككين في ثوابتها. وبعد سنتين من ثورة 30 يونيو قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين العصار وزيراً للإنتاج الحربي في حكومة شريف إسماعيل سنة 2015. وفي 26 يونيو 2020 قرر السيسي ترقيته إلى رتبة فريق فخري مع منح وشاح النيل، فضلاً عن إطلاق اسمه على محور مروري في القاهرة. بعد ثورة 30 يونيو 2013 والإطاحة بنظام حكم الإخوان، أرجأت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تسليم شحنات أسلحة متعاقد عليها مع مصر. وقتها نجح العصار في تحقيق التقارب مع روسيا، وهو اللي أثمر عن تنويع مصادر السلاح المصري. وعلى مدار 5 سنين حقق الفريق العصار طفرة في مجال الإنتاج الحربي بالتعاون مع عدد من الوزارات، فضلاً عن اتفاقيات التصنيع المشترك مع العديد من الدول زي كوريا الجنوبية وبيلاروسيا والبرتغال، إضافة إلى التوسع في إنشاء وتطوير المصانع الحربية وآخرها مصنع 300 الحربي. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في نعيه: فقدت مصرنا العزيزة رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة، هو الفريق محمد العصار. لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهداً، بل كان دائماً في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، والفقرة دي فقرة مهمة جدا لكل الأمهات، لأن تقريبا جزء كبير جدا من الطلاب والولاد خلاص خلصوا امتحانات من أول كي جي 1 تقريبا لحد المرحلة الإعدادية، وبدأت بقى أجازة الصيف، ودي فترة كبيرة إزاي نقدر نستغلها بشكل صح وإيجابي عشان نطور فيها مهارات ولادنا ونعلمهم حاجات جديدة، وكمان إزاي نقدر نهتم بالجانب الترفيهي. ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفتنا الباحثة في شؤون الأسرة والمجتمع الأستاذة نجوى رجب. صباح الورد عليك. صباح الورد يا أستاذة سلمى، سعيدة جدا أن أنا معاك النهاردة. أنا اللي أسعد ومنورانا في صباح الورد حبيبتي. يعني خليني أقول لحضرتك كده أن قصة الأجازة أمهات كتيرة بتحتار فيها، نقعد بقى نقول نعمل إيه للولاد عشان خاطر ما يقعدوش قدام التلفزيون، ما يقعدوش قدام الآيباد، الأجازة تبقى مثمرة، الأجازة تبقى مفيدة، نودي سمر كامب ولا لأ. فإحنا عايزين الفقرة دي تبقى موجهة كده للأمهات ويستفادوا ويطلعوا بمعلومة مفيدة منها، يعملوا إيه مع الولاد خاصتهم الولاد الصغيرين في فترة الأجازة الصغيرة. طيب انا عايزه اقول لحضرتك ان الموضوع جميل جدا جدا جدا، خاصه ان احنا كمان مش في اجازه يعني اجازه نهايه العام بس، ولكن احنا كمان لسه خارجين من اجازه عيد الاضحى، فمناسبات سعيده، واحنا عايزين نستغل الاجازه يعني كما الكتاب بيقول، يعني عايزين نستغل فتره الاجازه كصغيرين وككبار ان احنا نستفيد منها كلنا وان احنا نبقى اسعد. فطبعا ابو الام عندها اعمار متفاوته، فمهم جدا جدا انها تلبي احتياجات كل طفل، لان الاطفال في مرحله الكيجي او 3 سنوات زي ما حضرتك قلتي اكيد احتياجاتهم هتكون مختلفه عن طفل في المراهقه، عن ولاد كبار. فالام ازاي يكون عندها فكر انها تتعامل مع كل المراحل العمريه، وخاصه كمان ان احنا فتره الدراسه بنكون مشدودين جدا، بيبقى حضرتك طول الوقت الام خاصه كمان لو ام عامله بتكون مشغوله، عندي دروس وعندي امتحانات والحياه سريعه رتمها سريع جدا، مش عارفين كاسره واحده نقعد مع بعض قاعده فيها دفء اسري. فالمفروض فتره الاجازه دي احنا بنستغلها علشان خلاص بقى نحس بجو الاسره الجميل السعيد، وده مهم جدا جدا لنفسيه الاولاد. طبعا انا نقف هنا عند حته صغيره، وعايزه اقول لحضرتك ان في امهات بتهلك الاطفال، وانا اعرف امهات شخصيا من النوع اللي انا بتكلم عليه ده، فتبقي محتاره هل هم الصح ولا انا الصح، يعني تيجي فترات احس انه ايه، هل انا اوريدي بهلك الولاد مثلا في تمارين ومذاكره ودروس وعايزاهم يطلعوا عباقره بقى، يبقى بطل جمهوريه ويبقى بيتعلم حاجه فنيه او بيعزف اله موسيقيه ويبقى شاطر في مدرسته واديه في الصيف سمر كامب، فبحس ان الولاد مجهدين، يعني احنا فاكرين ان هم مبسوطين ولكن هم مجهدين. حضرتك قلت كلمه مهمه جدا دلوقتي وهي خلاص بقى
نقعد مع بعض ويبقى في جو من الدفء الاسري وناخد بالنا من نفسيه بعض والكلام ده كله. فنقول ايه هنا للامهات اللي هي بتهلك الولاد في سبيل انها تشوفه في نظرها يعني اعظم واحد في الدنيا فهلك البلد معاها طول الوقت؟ لا، انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا هنستغل فتره الاجازه في امور كثيره جدا. يعني انا مش طول الوقت واخده ولادي في حضني الاربع شهور الصيف، لا، انا بودي تمارين، انا بحفظ قران وتفسير القران، انا بنمي مهارات، انا بعلم مهارات جديده، انا بودي مكتبه، انا بعلم كمان ازاي ازرع ثمره، وده شيء مهم جدا جدا بتساعد على تنميه مهارات الاولاد والثقه بالنفس ان هم يكون. ايوه، ازاي اعمل ده واوفر في نفس الوقت الجو الاسري اللي يبقى في وقت لينا مع بعض، يبقى في وقت نرتاح، يبقى في وقت نعرف شخصيات التخطيط. بعض اكتر. التخطيط بالورقه قلنا بقى نخطط ازاي. التخطيط بالورقه والقلم، انا بشوف وقتي سواء انا كنت ام عامله او امراه مش عامله، بعمل واكتب ورقه وقلم تخطيط ازاي ان انا استغل وقتي وقت اولادي يعني باحسن شكل ممكن. عايزه اقول لحضرتك مهم جدا جدا ان انا ابني استغل فتره الاجازه ان انا ابدا احفظ قران وتفسير القران، لان الام ما عندهاش وقت انها تعلم ولادها القران، هيعلمهم كل شيء. تاني شيء ان انا اوديهم رياضه، يعني لازم يعملوا رياضه وحاجه هم حابينها، لان طول الوقت الاولاد قاعدين في البيت ماسكين التليفون، ده كله بيعمل امراض كتير جدا ومشاكل كتير جدا، منها التوحد او السمنه او العزوف الاجتماعي، او ان ممكن يشوفوا حاجات مش من ثقافتنا ومش من عاداتنا ولا تقاليدنا. طب يعني قننا قصه الايباد والتابلتس والموبايلات والبلاي ستيشن والكلام ده كله قد ايه يوميا؟ وهل يوميا ولا لا؟ يعني ادلنا كده. الطفل قبل مرحله المدرسه ما بيمسكش تليفون نهائي اصلا، خطا. طيب، ولكن بعد مرحله الدخول المدرسه والطفل عنده وعي ممكن ساعتين في اليوم مش اكتر من كده، وكل يوم ساعتين متاح، يكون في رقابه وانا موجوده وحسابه مرتبط بحسابي. انا لازم اعرف. ده بقى سهل يا دقيقه، سهل جدا دلوقتي، سهل جدا، لان في اليوتيوب كيدز والحاجات دي بيبقى اوريدي مربوط بموبايلك، حتى لو جاله ريكوست من اي صديق ليه او حاجه لازم انت تعملي ابروف الاول. جدا جدا لازم اعرف انا ابني بيتفرج على ايه وبيشوف ايه ومين بيكلمه ومين بيقول له ايه. الكلام ده مهم جدا جدا علشان خاطر اعرف ايه اللي بيشكل تفكيره وبيشكل وعيه. في حاجات ثقافات تانية بيشوفها، عادات وتقاليد غيرنا، الحاجات دي مهمه جدا. وممكن كمان ما يكونش ساعتين على بعض، يعني ممكن ياخد التليفون نص ساعه وبعدين يعمل مهارات تانية خالص في البيت وياخده تاني نص ساعه، مش لازم الساعتين يكونوا في وقت واحد، ولكن في مهارات كتير جدا ممكن يعملها. مهم جدا ان انا اعلمه ازاي يزرع، ان انامي فيه القراءه، ان يحب الكتب ويحب يقرا، ان انا استغل فتره الصيف ان احنا نبدا نعمل جولات في المحافظات. انا عايزه اقول لحضرتك احنا كنا لسه في اجازه عيد الاضحى، عملنا رحله في منتهى الجمال، كانت مراحل عمريه متفاوته صغيرين وكبار، رحنا دمياط وراس البر والمنصوره وبورسعيد وجمصه، نوادي قوات مسلحه ونوادي شرطه، رحله في منتهى الجمال، الناس كلها اتبسطت. عايزه اقول لحضرتك ممكن يبقى في حد من محافظه ثانيه عمره ما راح الاماكن دي. ولكن لما بيروحها ويشوف، والاطفال تشوف ثقافه بلدها وتشوف المحافظات قد ايه جميله، والعادات والتقاليد، وكل محافظه بتبقى مشهوره بحاجه معينه باكله معينه، فالحاجات دي كلها بتخلي الطفل عنده ولاء وانتماء اكتر. بنمي لبلده طبعا. طبعا بنمي فيهم الثقه بالنفس. جميل جدا ان انا استغل فتره الاجازه سواء انا ليا انا ككبار او صغيرين، ان احنا نستمتع، ان احنا عندنا جوده الحياه وجوده الاستمتاع بالوقت. جولات السياحيه او الزيارات مهمه جدا جدا. كمان ان انا اولادي ممكن استغل فتره الصيف ان احنا نروح المتاحف والحاجات الجميلة، ويعلمهم الحضارة، وابدأ أتكلم معاهم وأحكي لهم قصص قصة حضارة مصر مهم. وكمان يشوفوها بعينيهم لما يروحوا المتاحف المختلفة والحاجات الجديدة الجميلة اللي تم افتتاحها. أمر مهم جدا جدا أن أنا أغرس في ابني الولاء والانتماء والثقة بنفسه وحب بلده. نروح محافظات جديدة، نروح أماكن جديدة، نروح المكتبة مع بعض، أشوفه هو موهوب في إيه، شاطر في إيه، وابدأ ما أفرضش عليه حاجة، ما أفرضش عليه هواية معينة، ما أفرضش عليه أقول له لأ ارسم، لأ هوديك حاجة للعزف، لأ. هو اذا كان عنده ميول للعزف ابدا اوجهه، عنده ميول للرسم ابدا اوجهه. في اطفال عندهم ميول للطهي بشكل غير طبيعي، فابدا ان انا اخده يعني نطبخ مع بعض. وجميل جدا كجو الاسره واحنا في فتره الصيف دلوقتي، وكنا مشدودين جدا خلال فتره الدراسه، ان انا ابدا اعمل اكله حلوه، اعمل كيك،
اخلي ولادي الصغيرين يبقوا يعني كلنا مع بعض شركاء في صنع الحاجه الحلوه ونجيب مثلا يعني حاجه حلوه كلنا بنحب نتفرج عليها، يعني ما افرضش انا رايي عليهم، بنحب نتفرج على ايه النهارده. احاول طول الوقت اكثر روتين واعمل انشطه نبقى كلنا متجمعين فيها. احتضان الاسره طبعا. اكله جميله كلنا قاعدين بناكلها مع بعض، حاجه جميله كلنا قاعدين بنشوفها مع بعض. يعني عايز اقول لحضرتك ممكن تكون ناس بتسمعنا دلوقتي يا استاذه نجوى بتقول طب ما ده البديهي او ده اللي المفروض يكون بيحصل او ده اللي بيحصل، ده البديهي والمفروض عمره ما بيحصل. ما انا لسه هقول لحضرتك دلوقتي مش بيحصل ليه، لان احنا فعلا الولاد تلاقيهم قاعدين مع بعض على سفره واحده ولكن كل واحد ماسك الموبايل، اللي ماسك التابلت، اللي مشغول بحاجه ثانيه، اللي عايز يخرج مع اصحابه، فما بقاش ده البديهي، ما بقاش ده اللي بيحصل. وفي امهات كتيره بتريح دماغها زي ما بنقول. فاحنا عايزين دلوقتي عايزاكي تشرحي لي مثلا احنا في فتره اجازه فعشان برضو الناس بتبقى عايزه ايه يعني منهج تمشي عليه. طب خلاص الولد صحي الصبح من النوم هنعمل ايه؟ الام مثلا راحت الشغل الفتره دي نودي سامر كام يبقى بيعمل ايه؟ نومه اوريدي نومه هيبقى متشقلب عشان الاجازه، نعالج القصه دي ازاي؟ فاحنا عندنا شويه مشاكل كده محتاجين نحلهم مع بعض. لو امراه عامله وعندها اعمار متفاوته عايزه اقول لحضرتك ان خطر جدا ان انا اخلي ابن من ولادي او اخ يتحمل مسؤوليه اخوه اللي اصغر منه بالكامل، هو ده مش دوره. يعني ما يبقاش عندي طفل عنده 10 سنين او 11 سنه في سن المراهقه لسه صغير خليه ياخد انزل انا الشغل واخليه ياخد باله من اخوه اللي عنده سنتين او 3 سنوات. وبعدين ده فتره طويله جدا، يعني ممكن من 10 ساعات او 12 ساعه بياخد باله من طفل مسؤول عنه، طفل بياخد باله من طفل. طيب خلينا هو كمان ليه حياته، هو عايز يتبسط، عايز يلعب، عايز يمسك تليفون، عايز ينطلق. لكن انه يقعد 10 ساعات ياخد باله من اخوه الصغير وخايف انه يقع او خايف يحصل له حاجه لان دي مسؤوليته، لا طبعا انا ما اسرقش عبء على نفسي، ما اسرقش من ابني طفولته، هو ده مش دوره. طب في كمان يا استاذه نجوى ناس بقى بتعمل حاجه ابشع، بتسيب الطفل اللي عنده 6 7 8 سنين وتسيبه لوحده وخلاص. لا انا بقول لكل ام، كل ام عامله، انت اخترتي ان انت تنزلي مجال العمل، ده امر يعني مش وحش، ده امر جميل جدا. المراه العامله بتثبت نفسها وكل شيء، ولكن انا لو عندي اطفال اعرف الاعمار اللي عندي. في اطفال ما ينفعش ان هم يتسابوا في البيت ابدا لوحدهم. يعني حتى احنا بنقول من اول سن المراهقه، من اول 11 12 13 سنه اوكي. كبار ممكن اسيبهم، وطبعا انا بتكلم معاهم في كل حاجه في الحياه، الام بتتكلم مع اولادها في كل حاجه، وبامن لهم الدنيا جدا وبحذرهم من حاجات كتير جدا جدا. ولكن الاطفال الصغيرين في حضانات بتستقبل، ممكن لو في الام ساكنه جوار الزوجه ممكن الولاد يبقوا عند جدتهم او العكس. الجده ممكن تيجي تقعد مع الولاد، ودي حاجه صحيه جدا جدا، العلاقه ما بين الجد والولاد طبعا. او لو في امكانيه الولاد يكونوا عند عمتهم او عند خالتهم، ولكن الخصوصيه يعني مطلوبه. يعني لو الولد ممكن يكون في حضانه اوكي، ولكن انا ما انزلش الشغل واسيب ولاد صغيرين في البيت يحصل اي يحصل كارثه. يعني ما ينفعش خالص، ولا اخلي الولاد الصغيرين اخواتهم اللي اكبر منهم بسنوات معدوده ان هم يكونوا مسؤولين عنهم. طب يلا حضرتك رتبي لي يوم اجازه صحي هيلثي ايجابي للامهات من اول ما نصحى من النوم. ايه شكل اليوم؟ المفروض نعمل ايه؟ طبعا انا بفتح الشبابيك، بدخل هواء جميل، بصحي الولاد بصوت جميل وبحضنهم وببوسهم، ويلا هنفطر ايه مع بعض النهارده، هنعمل النهارده فطار على ذوقكم. ندخل المطبخ نعمل فطار جميل مع بعض، نبدا نروق البيت مع بعض، يبقى فيه ايجابيه، يبقى فيه مشاركه. احاول ان انا اشغلهم بحاجه علشان ما يمسكوش التليفونات اول ما يصحوا، اخد التليفونات ابعدها خالص عنهم. هنشارك مع بعض في صنع فطار لذيذ من ايديهم، الاصناف اللي بيحبوها، ونزينها مع بعض. هنبدا نفطر مع بعض، هنبدا بقى خلاص احنا النهارده هننزل النادي، هنعمل رياضه معينه، هنتريض، هنمشي في التراك مع بعض. هنرجع البيت هنعمل غدا صحي كلنا مع بعض هنشارك فيه، هنجيب حاجه حلوه جدا، فيلم هم عايزين يشوفوه مناسب لكل اذواق الاسره هنتفرج عليه مع بعض. هنعمل فشار وهنعمل كيك، هنعمل رياضه مع بعض في البيت. حتى لو انا مش هنزل اليوم ده، مش هننزل، مش هنروح في نادي، وهنقضيه في البيت، ولكن هنقضيه بايجابيه، هنقضيه بحب. هبدا لو هم بيحفظوا القران هبدا اسمع لهم، نسمع مع بعض، هبدا احكي لهم قصص ايجابيه فيها قدوه حسنه. الطفل بيتعلم بالقدوه الحسنه، حتى لو قصص الانبياء.
هنبدأ نتريض مع ونعمل رياضة في البيت مع بعض، اللي حتى الأطفال الصغيرين بيحبوا يرقصوا. أنا عايز أقولك على حاجة، حيك واضح أنك شخص كول مثالي وهادي. وفي أمهات كتيرة قوي بتسمعنا خلقهم ضيق وبياخدوا مهدئات عشان يعرفوا يربوا الولاد. يعني حاجة بتبقى بالنسبة لهم بقى أنا هم المفروض كانوا بدأوا الشغل على فكرة. في خلينا واقعين عشان نشوف الجنب الحقيقي. تطلع عجينة انت بتشتريها، ريتم الحياة سريع جدا. في امهات فعلا بتبقى عايز اقول لحضرتك يعني اليوم ده مروحه البيت حاسه بعبء شديد جدا، حاسه انها وراها 60,000 حاجه عايزه تعمل الاساسي منهم الاول. فممكن تبقى بتسمعنا دلوقتي وحاسه ايه، انتوا رايقين قوي. احنا اتكلمنا في الويك اند على فكره، احنا اتكلمنا اليوم ده الام مش بتشتغل فيه، ده الويك اند بتنام بقى. احنا هنتكلم مجهود الاسبوع كله بقى مهدئات وبتنام عشان تكمل الاسبوع الجديد. فانا قصدي الامهات اللي رتم حياتهم سريع، اللي غصب عنهم اليوم شديد عليهم. وامهات كتير تسمعني دلوقتي هتبقى عارفه ان انا حاسه بيهم وهم حاسين بيا وكله تمام. المفروض يعملوا ايه عشان على الاقل يبقوا اهدى، يدوا لاولادهم اللي يستحقوه واللي يستاهلوه، وفي نفس الوقت ما يبقوش بيضغطوا على نفسيتهم. انا عايزه الام تركز جدا مع حياتها وتستمتع بحياتها وبيتها باسرتها. وخلي بالها ان الاولاد بتكبر بسرعه رهيبه، هيوصلوا لسن المراهقه وسن الشباب مش هتلاقيهم بعد كده. هتتكلمي معاهم مش هتلاقيهم، خلاص بقى ليهم شخصيتهم وليهم اصدقائهم وليهم حياتهم، مش هتعرفي تستمتعي بيهم وتحسي احساس الامومه زي دلوقتي طبعا. فانا مش عايزاكي واللي بيروح ده ما بيرجعش خلاص. اجمل فتره ربنا خلقها ان انت تبقي بالنسبه لك عبء وما تعرفيش تستمتعي بيها وترجعي بعد كده تندمي. استمتعي بحياتك، ما تخليش في حاجات تانية تشغلك ملهاش لازمه. يعني في كتير جدا امهات سواء عامله او غير عامله بتقعد تمسك التليفون فترات وساعات طويله جدا جدا، ده مش مطلوب. انا بيتي اولى، ولادي اولى، وحياتي اولى، وسعادتي اولى، وسعادتي مع اولادي اجمل بكتير. فاللي انا بقوله مش مثاليه ولا حاجه. انا عايز اقول لحضرتك يوم زي اللي انا حكيته ده السعاده هترجع على الام اكتر ما هترجع على الابناء. بالعكس انا اتمنى ان كل ام تبقى مثاليه. ده هي كمان عايزه اقول لحضرتك لما تبعد عن الشغل وتبعد عن التليفون وتبعد عن الرسائل وتبعد عن الحاجات الكتير هتبقى احسن، ويبقى يومها لنفسها والضغط عليها ولبيتها ولسعادتها. والرياضه دي مهمه جدا جدا. في الاطفال الصغيرين بيحبوا على فكره يرقصوا. ايه المشكله ان احنا كلنا نرقص مع بعض ونتفرج مع بعض ونعمل ماسكات مع بعض وجو في منتهى الجمال وبلالين ولعب، ايه هيصه ومبسوطين. نستمتع بفتره الاجازه كلها علشان ندخل العام الدراسي الجديد واحنا عندنا طاقه واحنا عندنا حب. ولكن انا نظرتي للحياه تبقى مش حلوه وتبقى الاجازه بالنسبه لي عيب، لا الولاد عايزين مجهود، لا الولاد عايزين، لا بالعكس. أنا عندي يعني حاجات، أنا أتمنى حاجات إن إحنا نكمل بالطاقة الإيجابية دي، وده خير ختام للفقرة الكلام الإيجابي ده. إن إحنا عايزة أقول لحضرتك أخيرا سواء الأطفال يستمتعوا أو الكبار يستمتعوا فترة الأجازة، أنا عندي حاجات كتير جدا ممكن أعملها، عندي مهارات جديدة بتعلمها، عندي كتب بقرأها، عندي قرآن بحفظه سواء للصغير أو الكبير، عندي خروجات وزيارات عائلية أو زيارات لمدن جديدة، لمتاحف، لحاجات أثرية، عندي حاجات كتير جدا ممكن أعملها طوال فترة الأجازة تسعد ابني، ما تحسسنيش بملل، وتسعدني أنا كمان صحيح. وانا اتمنى الناس كلها تبقى مبسوطه وتبقى سعيده وتستغل فتره الاجازه انها تبقى منطلقه وتبقى سعيده علشان يبقى عندها حافز ودعم للسنه الجديده. هو بعد الكلام ده احنا كلنا عندنا حافز ودعم وحقيقي. نورتينا النهارده الاستاذه نجوى رجب، الباحثه في شؤون الاسره والمجتمع. صباحك صباح الورد، واوعدك ان كل الامهات هتعملي كده، تبقى ايجابيه. طبعا انا اوريدي بعمل كده، بس لازم هتعملي احس بالجنب التاني من الناس. في شرب كراميل والله بعمل طبعا، بس لازم نحس بالجنب التاني من الناس، لان في ناس ما عندهاش القدره، فلازم ندي الناس دي حقها والناس دي حقها. ونورتينا. انا كنت عايزه حضرتك تقولي لي تجربتك مع الولاد ايه، بس الظهر لا احنا نعمل فقره ثانيه عشان تجربتي طول شرحها. نورتينا صباحك صباح الورد. ساده مشاهدين هنخرج لفاصل قصير ونرجع مع تاني فقراتنا النهارده. ما تروحوش في حته.
فقرتنا دلوقتي منورنا فيها الرحالة عمرو سليم اللي خاض تجربة الترحال بالدراجة داخل مصر وخارجها، ووثق رحلاته في مجموعة من الكتب منها رحال المحروسة ويوميات رحال ورحلة الجنوب والقاهرة عمان. النهاردة هنعرف منه تفاصيل كتير عن رحلاته بالعجلة وأهم الأماكن اللي زارها، تفاصيل كتيرة قوي هنعرفها منه شخصيا. منورنا النهاردة، صباح الورد عليك يا عمرو. صباح النور. يمكن يعني دي من الحاجات اللي انا نفسي واقف عندها شويه واقعد اقول ليه رحاله وليه بالعجله والفكره جت منين وازاي وبدات امتى، يعني التفاصيل المبدئيه دي محتاجين كلنا عندنا فضول ان احنا نعرفها. الحقيقه انا ابتديت من 2018. كان عندي شغف وحب استطلاع، يعني ان انا اشوف الناس اللي بتسافر والرحاله اللي من 6 سنين. واول ما ابتديت قررت ان انت تبقى رحاله بالدراجه الهوائيه وبالعجله. بالظبط، الدراجه الهوائيه فيها مشقه كتير وناس كتير يعني بتستصعب الموضوع، بس فيها متعه شديده لان انت بتوصلي بمجهودك البدني. المجهود البدني بيديكي فرحه وسعاده عند الوصول، غير العربيه غير الباص ما بتحسيش بمتعه الطريق. انك انت لو مسافره طريق مثلا بباص او بطياره او باي حاجه بتستمتعي بالمكان بس، لكن بالطريق لا، انا بستمتع بقى بالطريق وبتفاصيله وبقى فاكل وبشرب واغسل وشي واتصور مع اليوفط اللي على الطريق وابقى سعيد مثلا لو المكان اللي رايحه ده خلاص قرب 10 كيلو 20 كيلو. وكمان مجهود بدني رياضه. بالزبط. يعني عظيمه. بالزبط. للجسم، ولكن برضو خليني اقول لك ان قصه السيفتي مثلا، قصه المجهود الشديد ان انت تسافر مثلا في الحر مسافات، احنا مش بنتكلم على حد بيروح من انت بتروح من محافظه لمحافظه ومن بلد لبلد، دي قصه كبيره. فالمجهود البدني كبير جدا، قصه الامان حتى يعني بالليل حصل حاجه، ده الواحد بيبقى مسافر بعربيه واللوك مقفول والدنيا امان وقلقان جدا لو مسافر بالليل، انت اكيد الدنيا بتلاقي عليك. بالظبط، وانت بعجله فايه. هو الحقيقه موضوع الامن دوت انا ما شفتش اي خطوره امنيه خالص داخل مصر ولا خارج مصر. البلد يعني داخل مصر وخارج مصر امنه جدا. يمكن بره مصر كنت بخيم عادي قدام مساجد قدام مناطق الاسعاف باذن الله امنين، يعني دي احلى حاجه نسمعها. الدنيا صراحه امنه بصراحه، الحمد دي اطمن الناس بيها. حته المسافه وقطع المسافه دي ما بيجيش من يوم وليله، ده بيبقى تدريب. يعني انا ابتديت لو حضرتك شفتي ابتديت ببنها. سافرت زقازيق، سافرت الاسماعيليه، بورسعيد، سافرت. طب اول رحله لبنها مفيش شد عضلي كده؟ قعدنا يومين مش قادرين نتحرك. احنا حضرتك الليك داي في الجيم بيقعدنا يومين مش عارفين نقف ونقعد كويس، يعني بتبقى الدنيا باظت مننا شويه. انت اول رحله ما حسيتش ان اصل الموضوع؟ ما هو موضوع بيبقى موضوع تدريبي. انت حتى بين الرحله والرحله انا ليا تمارين، يعني حصل اول رحله كنت راجع حاسس ان انت انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ وانا حتى بعد ما بوصل اي رحله ببقى حاسس بتعب. اوكي، بس على قد التعب اللي انت بتعبيه على قد السعاده والفرحه اللي انت بتفرحي بيها ان انت حققتي انجاز وحققتي حلم من احلامك. يعني طب اطول رحله رحتها كانت كام؟ داخل مصر اطول رحله عملتها كانت القاهره اسوان. دي استغرقت مني حوالي 10 ايام. خارج مصر طبعا عملنا رحله الاردن ورحله السعوديه، دي المؤخره اخر رحله عملتها يعني. اوكي، بالعجله؟ خدت وقت قد ايه؟ رحله الاردن دي انا سافرت الاردن مرتين. كان مره في الصيف خدت 8 ايام وما قدرتش اكمل بصراحه، رحله كانت شاقه جدا لان طبيعه الاردن عن مصر فيها جبال ومرتفعات يعني لا تخطر على بال بشر. رحله تانية كانت في الشتاء فالجو كان الطف شويه، استغرقت 18 يوم لان لفيت فيها اكتر يعني. بص التفاصيل بقى، يعني انا بتخيل معاك دلوقتي لان طبعا انا معلوماتي في الموضوع ده يعني محدوده، فجبال ومرتفعات بالعجله. طب التفاصيل حتى الاجراءات الورقيه حتى الكلام ده كله دخولك البلد الموضوع برضو. الاردن ما لهاش اجراءات امنيه لان احنا انا قصدي اي بلد تسافرها مش الاردن بالتحديد، الموضوع برضو بيحتاج طبعا اجراءات وتصاريح، بس زي ما قلت لحضرتك هي الدولتين اللي انا سافرتهم الاردن ما احتاجتش تصاريح لان احنا ما لناش فيزا بيننا وبين الاردن. السعوديه كنت محتاج طبعا تاشيره سياحه طب عشان اقدر اعدي بري، لان كان شرط من الشروط بتاعتي ان انا مش هسافر طيران، انا هسافر بري وهعدي بالبحر بالعجله يعني. طب ايه البلد اللي نفسك تروحها ومش هتروحها طيران؟ ان شاء الله اروح تونس والجزائر. ان شاء الله اروحها بري. كان نفسي اسافر السودان بصراحه بس الاوضاع هناك اصبحت سيئه جدا. اوكي. وان شاء الله نشوف افريقيا بقى كلها، وافريقيا مليئه بالكنوز يعني. طبعا. طيب احنا انت من رحال لحد مهتم جدا بالكتب، وانك توثق رحلاتك بالكتب دي برضو فكرة جات لك ازاي؟ احنا شفنا رحالة كتير، ولكن فكرة ان انا اكتب كتب واوثق رحلاتي وكده دي برضو جديدة عليا شوية. فكرة التوثيق بالكتابة دي حاجة جميلة جدا جات لي صراحة اقتداءا بابن بطوطة. يعني ابن بطوطة كان بيكتب كتبه وبيدون رحلاته، ودي الحاجة اللي هتفضل مستمرة على مر العصور. يعني في مقولة دايما تقول لك من يكتب لم يمت. وفي حكمة فرعونية يعني دايما اقراها يقول لك اعلم ان ما يخطوه قلمك سيعيش ابد الدهر. فلما تكتب كتاب وتوثق للناس رحلاتك
تعيش تذكار ليك بدل حقيقة حتى لو مت يعني. طب انت شايف انك ممكن تبقى زي ابن بطوطة يعني ايه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي ان انا الف العالم كله ان شاء الله بالدراجة واوثق للناس الرحلات واوثق للناس جمال العالم واوريهم الجمال بتاع العالم الاماكن اللي المفروض يزوروها واشجعهم على السفر يعني يا جماعة سافروا بصوا تونس فيها ايه يا جماعة سافروا السعودية فيها ايه ان احنا نشجع الناس على السفر والترحال يعني. طب كتير من الرحالة يا عمرو عندهم نفس تجربتك، ايه اللي يميز عمرو سليم عن غيره؟ اللي بيميزني حاجتين، اولا انا كرحاله ما بستخدمش زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه اي وسيله مواصلات، انا بستخدم الدراجه الهوائيه اللي تعتبر اصعب حاجه بعد المشي يعني. في رحاله بيمشوا بقى مش صحيح. مش عجل بيبقى مشي صحيح. النقطه الثانيه ان انا مش مجرد ان انا بسافر المكان بس، انا بوثق رحلتي، بشوف الاماكن السياحيه والاثريه اللي بزورها وبعملها فيديوهات قصيره بوثقها في كتب عشان الناس تبدا تقتدي بالرحلات بتاعتي بعد كده يعني. يعني لما رحت مثلا السعوديه سجلنا مسجد قباء او مسجد بني في الاسلام، مسجد ذات القبلتين اللي هو اتحولت في القبلة، رحنا زرنا المكان اللي تمت فيه اول غزوة في طريقنا في مدينة بدر. بتكتب بقى التفاصيل دي كلها؟ طبعا. طب ايه اغرب العادات والتقاليد اللي شفتها في بلد من البلاد او حتى محافظة من المحافظات؟ احنا ممكن يكون عندنا محافظات في مصر النوبة مثلا تقعد في وسطهم تحس ان في كمية عادات وتقاليد احنا ما نعرفش عنها حاجة. الصعيد، اسوان، كل محافظة بجد محتفظة بعاداتها وتقاليدها وذاتها والكلام ده كله. ايه اغرب الحاجات اللي شفتها وعشرتها مع الناس وقلت انا لازم اوثقها في كتابي؟ هي مش عاداتها وتقاليدها، انا بحس دايما ان النوبة واهل سيوة بيحتفظوا باللغة الاساسية بتاعتهم يعني. سيوة لما بروح هناك ما تفهمهمش، بيتكلموا امازيغ خالص، هو بينه وبين بعض يتكلموا امازيغ لكن مين يكلمك عربي. اسوان والنوبة برضو كده يتكلموا نوبي، قدامك يتكلموا عربي، يمكن دي خصوصية بينهم وبين بعض. والحاجات ده برضو لاحظته في ناس كتير افارقة كنت بتعامل معاهم يعني. ومن عادات وتقاليد الغريبه اللي قابلتها مثلا في سيوه ان الستات ما بيخرجوش من البيوت خالص فعلا. حتى لما جم احتفلوا بعيد السياحه اللي هو في شهر اكتوبر دوت، كانوا بيروحوا ساعتها في جبل الدكرور اللي هو جبل الصلح ويعملوا الصلح بين سيوه الشرقيه والغربيه. يقول لك الست دوت اسمه وادي التزاوج، يعني الستات ما بيخرجوش غير 3 ايام دول من البيت. طبعا دي حاجه غريبه الكلام ده، دي عادات وتقاليد لسه سايده لحد دلوقتي. سايده لحد دلوقتي. انا زعلت من اهل سيوه جدا فدي حاجه غريبه جدا. اصل انا مناصره لحقوق المراه يعني، فدي عاده يعني ضايقتني. الستات ما تخرجش من البيت غير 3 ايام يعني 3 ايام عشان يقول لك ده عيد التزاوج يعني. طب وبعدين بعيد السنه فين؟ معلش بقى قول لي عشان التفاصيل دي، عيد التزاوج ده بيخرجوا عشان يعني الرجال يشوفوهم مثلا؟ عيد الصلح او عيد التزاوج او عيد السياحه، هو الثلاث اسماء دول بتوعهم. ده بيبقى بيت سيوه الشرقيه وسيوه الغربيه. الناس بتيجي من جميع انحاء العالم، وحتى تلاقي اجانب هناك عاملين خيم وبيبيعوا حاجات هاند ميد بيعملوها. قال لك دوت الصلح بين السيوه الشرقيه والسيوه الغربيه، وده الوقت اللي مسموح بيه للامراه السيويه ان هي تخرج، فبالتالي الرجاله بيبداوا يشوفوها بيبداوا يتقدموا لها. طب السيده السيويه لو خرجت في يوم غير الايام دي بيبقى ايه؟ دي حاجه بتبقى طبعا القبيله بتاعتها بقى. بص يعني طبعا انا احترم كل العادات والتقاليد، ولكن دي حاجه يعني غريبه جدا. انا مع المراه قوي قلبا وقالبا. أيوة. فالحاجات دي بتضايقني انا شخصيا شويه، ولكن نحترم عاداتهم وتقاليدهم. طب ايه العادات والتقاليد التانيه اللي شفتها برضو حسيت انها عادات؟ مفيش حاجات مختلفه في مصر او بره مصر خالص يعني. حتى الاردن ما حسيتش فيها في اختلاف شديد عن مصر، حسيت ان هي الشعوب متقاربه حتى في العادات والتقاليد. ممكن اكلات بقى مثلا في الاردن عندهم اكل اسمها منسف، دي بقى اكله مشهوره. طب بذمتك يا عمرو في اكل زي اكلنا؟ لا لا لا. عمرك سافرت بقى؟ بص سافرت السعودية العالم كله. رحلتي 25 يوم مفيش غير الرز والفراخ هناك. المندي. مندي هنا بناكل بقى كل الاكلات اللي أيوة ممكن صحيح. اي حد يخطر على باله يعني. ايوه صحيح. ما لو سافرت بره مصر او يعني اي بلد في العالم، احلى البلاد اللي بيتقال عليها احلى اكل في الدنيا والله العظيم اقصاها اسبوع وتحس انا عايز رز بشعريه، مصر بالارض، عايز ملوخيه. ام الدنيا مصر. عايز اكل، عايز كشري، عايز الاكل بتاعنا اللي هو الاكل اللي ليه طعم ده وفيه نفس وروح فعلا. لما الاكل في اي حته ثانيه عمره ما يتقارن باكلنا ابدا. طب ايه الحاجات الثانيه اللي شفتها في بلاد ثانيه قلت ما تتقارنش بينا ابدا؟ احب اسمع بقى الكلام الايجابي بتاعنا ده عشان ده بيفرح قلبي يعني. بصي هو انا بسافر بصراحه بكتشف ان مصر فعلا ام الدنيا حتى في السياحة يعني. أنا لما زرت الأردن حتى وشفت فيها مقامات صحابة ومقامات أنبياء والبتراء أحد عجائب الدنيا السبعة والبحر الميت، لا ما احنا عندنا برضو حاجات جميلة في مصر يعني. يعني أول كتاب وثقته رحالة محروسة ده 20 رحلة جوه القاهرة بس، ما خرجتش بره القاهرة. أوكي. يعني كل ده كان جوه القاهرة، وعملت بعد كده يوميات رحال ده خارج القاهرة، رحلة الجنوب ده استكملت الجنوب بتاع مصر، فاكتشفت إن احنا برضو عندنا سياحة مش موجودة في العالم يعني. اوكي. هكذا السعوديه يعني، السعوديه معظم المعالم السياحيه اللي عندهم في المدينه ومكه، المسجد النبوي ومسجد قباء، الكعبه، المسجد هناك اسمه مسجد الجن في السعوديه، حاجات بسيطه جدا ما تقارنش بمصر يعني. تا
طب ايه الحاجات اللي انت اكيد بتقعد تعمل بقى ريسيرش طول الوقت انك نفسك المعلم ده بالذات تعرف عنه اكتر، نفسك تدونه في كتابك حتى لو كانت رحلته لسه صعبه مثلا او بعيده عنك دلوقتي، ايه الحاجات اللي في مخك نفسك فعلا تكتب عنها وتزورها وتعرف عنها اكتر عن قرب؟ هو الحاجات اللي بخطط ليها دايما وهي عن صعوبه برضو رحله العراق. دوله العراق من الدول الجميله اللي مليانه بالمعالم السياحيه. القدس الشريفه ان شاء الله يعني ربنا ينصرهم كده ونزور حضور القدس. اتمنى ازور القدس بصراحه، ده استكمال حلمي يعني. انا حلمي ان انا ازور الحرم النبوي والحرم المكي، ده الحمد لله اتحقق، استكمال حلمي ان انا ازور القدس. ايه اللي هتكتبه في الكتاب اللي هتزور فيه القدس؟ هكتب في كل بقى المعالم السياحيه والتاريخ، يعني القدس مليئه بالتاريخ والمكان بقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسرى بيه للسماء والانبياء صلوا هناك. شوف كم نبي، يعني اصدقاء لينا بتابع فيديوهاتهم هناك في القدس غير مصريين، كميه انبياء كتير جدا يعني، سيدنا اسحاق والسيده ساره وسيدنا ابراهيم وكذا حد مدفون في هناك في القدس بصراحه. ربنا ينصرهم يا رب وينصرنا يا رب. انت نورتنا النهارده يا عمرو حقيقي، وصباحك صباح الورد وانا فخوره بيك جدا، ومستنيه كتب اكتر ورحلات اكتر قريبا. كما نورنا النهارده الرحاله المصري عمرو سليم، صباحك صباح الورد. صباح كده مشاهدين، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، استنونا بكرة في حلقة جديدة من صباح الورد.